بعد ما دخت على النت طلعت لك بالخبرين دول عن فريد حشيش اللي قلت لي دوري على اسمه. ايه رايك بقى؟ برافو عليك يا هايدي، انت استاذه، اجري بقى روحي الشؤون القانونيه هاتي الورق اللي قلت لك عليه. هو الراجل ده ورائي هتحشري نفسك تاني؟ لا لا لا، وحيد امي مقصود. خلاص انا هروح الشؤون القانونيه. لا اسف على ايه؟ يا ريت كل يوم خبطه من ده يتشيل الحموضه. يا صباح الفل والورد والياسمين وكل النباتات العطريه. ليك شغل هنا؟ لا. رد، ليك شغل عندي هنا؟ هو الصراحه ما فيش، بس انا قلت يعني ما دام ما فيش شغل اجي اصبح برضه. تمام، بما ان انت جاي من غير شغل يبقى صباح النور، واتكل على الله بقى شوف ضياء بيه مكلفك في ايه، عشان احنا هنا مش جايين نتصاحب ونتلطف مع بعض. لا لا لا، في ايه ياما؟ لا ما كانش ايه. احفظ لسانك، انا بكلمك رسمي ترد عليا رسمي. اوكي ماشي باقي. خلي دول عندك. وفيها ايه يعني لما جومانجي عدى عليك وفتح باب العربيه يريح شويه ويونسك عشان يفكرك بالفلوس اللي عليك؟ خلاص جومانجي البلسم ده بقى كوخه. لا كوخه. لا لا مش كوخه ولا حاجه، انا قلت بس لو عايز يونسني يخبط على باب الشقه نفتح له، ماما تعمل له كوبايتين شاي على طبق بسبوسه على طبق مكرونه على سجاره باميه. استغفر الله العظيم يا رب. يا حاج افهم من كده ان انت اللي بعته؟ وافرض يعني فرضا جدلا يعني ان الجدع جاء من نفسه، حصل ايه يعني؟ الدنيا اتهدت ولا اتهدت؟ اعتبره اخي ضيف ولا انت ما بتضيفش غير الحريم اللي بتسمعك رنة خل خالي ياما؟ احنا اتفقنا، ارحمني بقى من جومانجي ولا جومانجي ده؟ ارحمني انت منه، الجدع ظروفه صعبه وداخل على جواز. بقول لك ايه، ما توجب معاه واعمل معاه بنت جدعانه بباكو ولا اتنين، او يشتري بيهم انتريه ولا يدفع بقيه قسط اوضه النوم. بقول لك ايه، ويشيها لك جميله ويريحك شويه من شكله المسمسم. انتريم واكسب معاه بنت؟ استغفر الله العظيم. هو في عروس اصلا هتتجوزه بنت المجنونه، وانا اجوزه ليه؟ اجوزه ليه يا حاج عوض؟ هو انا خلفته ونسيته؟ بقول لك ايه، انا مفيش في ايدي حاجه اعملها، اتفاهم انت مع جومانجي بمعرفتك، خلينا انا بره المواضيع اللي بينكم. انت كمان خليت في مواضيع بينا؟ يا حاج عوض مبروم على مبروم ما يلفش، قلت لك حاضر هديك الفلوس، عايز تخنقني ليه بقى؟ ادفع انت بس وقبجني تجهدني، حتى لو عايزني اقتل لك جومانجي اقتله. لا تقتل مين؟ لا ده البلسم، جومانجي ده البلسم. أنا في المكتب. مساء الخير يا ديبي. أهلا دولت. مالك؟ شكلك كده زعلان. أنا عارفة، أنا عارفة أنت زعلان ليه؟ عشان أنت قابلت مدام شهيرة مش كده؟ أنا كمان على فكرة قابلتها بره وندهت لها، بس هي طنشتني وعملت نفسها مش واخده بالها. ايه هو الباشا حني تاني ولا ايه؟ بنت انتي ما تتدخليش في اللي انتي مالكيش فيه، ثم اني عندي مبدا قديم بيقول الغدار جنته. الغدار جنته نار. حافظه يا دي بيه، حافظه صم ما بنساش. الغدار والخاين ملعون انشته، حتى لو مد ايده جاب لي نجمه من السما ملوش عندي دي. ياه أنا ما كنتش متخيلة إن موضوع شهيرة هانم مأثر فيك قوي كده. المهم جبت الورق الحمضي بتاع فريد حشيش، هو فرج المحامي ما جاش معاكي ليه؟ أنا أصلي قعدت معاه ووضبت معاه كل الأوراق وعملت كل اللازم، ما تخافش حط ثقتك فيا وإن شاء الله إن شاء الله أنا مش هعمل حاجة غلط. اتفضل. لو معاك 20 جنيه يبقى كتر خيرك لحسن انا عالجنب. طب بتودي فلوسك فين يا ابني؟ انا عايز اعرف. وده ايه ده كمان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. عايز اسال على موظفه عندكم هنا. موظفه اسمها ايه؟
اسمها دولت، دولت حجازي. وحضرتك عاوز الاستاذ دولت فين وتبقى مين حضرتك؟ انا واحد عاوزها في حاجه، هي موجوده ولا لا قبل ما تفتح معاها تحقيق؟ هي مش موجوده دلوقتي. طب هي جايه ولا ايه نظامها؟ ايه نظامها؟ دي كلمه تقال عن ناصر مش في مكان محترم زي اللي انت فيه. وبعدين انت ايه نظامها؟ لا يا حلو الملامح عجبتني يا عجبتني. يا جماعه انتوا على امن؟ لا 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 في ايه؟ لا 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 ايه ده كده؟ قول ايه؟ بقول لك ايه، انا هتكل على الله. خلصنا. سلام عليكم. سكوت، احنا لازم نجيب له بريد. بليز. طب تعال تعال. يا برنس انت فين؟ انت جيت امتى من عند دقيقة فرحات؟ معقول يا باشا؟ ده انا قاعد مستنيك في الشركة على اساس انك جاي على هناك. وبعدين انت ما بتردش على تليفوناتي ليه؟ تصدق بقى ان انا كنت قاعد مستني بفارغ الصبر نتيجة المقابلة دي؟ يا باشا هو في حاجة حصلت؟ هي القعدة معاه ما عجبتكش يا باشا؟ الراجل ده عارف ومتأكد ان انا اللي ورا الحادثة اللي حصلت له، مش هيسكت، وكمان ناوي على الشر. شر؟ شر ايه يا باشا؟ وايه اللي دلك على انه ناوي على شر؟ لسه هعرف ده يا فرحات دلوقتي. الكلام بينا في المستشفى كان على المكشوف. اذا كان لسانه ما نطقش باللي جواه فكفايه نظرة عينيه اللي بتطق شرار، ولا صوت ضحكته الكدابة اللي بتداري وراها الغل اللي جواها. أنا رأيي ما نحطش رقم في خانة المبلغ ونسيبها فاضية كده ونشوف ساعتها الفصل هيوصلنا لغاية فين. أوكي. بالمناسبة أنتِ هتروحي مشوار ده لوحدك ولا هتاخدي معاكي عاصم؟ ما قلتليش هو بيشتغل اليومين دول سمسار ولا ايه؟ اصل كل بيفشل في مهنته بيشتغل سمسار. معرفش، عموما انا هروح لفريد حشيش بنفسي بعيد عن عاصم المنسي خالص. يا ريت عاصم ما يعرفش اي حاجه عن الشغل بتاعنا، انت فاهم طبعا. طبعا يا ديبي، واضح ان حضرتك فهمت غلط خالص، ان مفيش اي حاجه بيني وبين عاصم. انت اللي فهمتيني غلط، انا ما قصدتش حاجه غير اني انبهك. انت تهميني، كنت غالي عندي وانت صغيره، وغلاوتك زادت عندي وانت كبيره. ما احبش حد ياكل بعقلك حلاوه. ياكل بعقل انا حلاوه؟ عيب عليك يا دابي، ده انا تلميذتك. كلهم بيقولوا كده في الاول. ما تخافش عليا. عموما اول ما تخلصي مقابله فريد حشيش بكره الصبح تديني خبر. ماشي، بس انا بقى عندي امل ان انا اقدر اخد منه اكتر من 700 اللي هو منشف دماغه عليهم. بنت انت واخده في نفسك الم كبير قوي، مش هتقدري. طب واذا قدرت؟ هنشوف. ماشي. والله عتبه ولا مش شعريه؟ عتبه الشعريه. عتبه عتبه والله عتبه. بس بقى يا عم، والمشروع ده بقى يا حلوه يحتاج له في الاول كده بتاع 5000 جنيه، بعد كده هو هيشغل نفسه بنفسه من دقنه وفتنه يعني. طب انا هجيب ال 10000 جنيه دول منين بس؟ ده انا هقدر ادفع ولا هقدر اروح اجيب بوايل وقمصان وتيشيرتات واقف بيهم في دوران الكمونيه؟ ده غير بقى ايه القتاوه اللي هدفعها لبلطجيه المنطقه. على فكره كله بيدفع يا هشام عادي يعني. يا سلام، عشان يدوني متر ولا مترين اعرض فيهم البضاعه؟ ملعون ابوها شغلانه. يعني انت بذمتك عاجباك شغلانه الارنب الغضبان اللي انت فيها دي؟ يعني وانا لما اشتغل في دوران الكمونيه تحت اشراف مجموعه من البلطجيه ابي مش ارنب برضو؟ اي حاجه وخلاص يا هشام بقى على فكره يعني. يا اهلا يا اهلا بشباب الكمونيه الجريء، مفاجاه صح؟ سلام. مفاجأة زي الزفت صح؟ ربنا يخليك يا إتش. أنا مش قصدي أزعلك والله، بس أنت ابن حلال. أنا كنت لسه هتصل بيه أقول لك تعالى نقعد على قهوة حصيرة، عندي ليك حتة الدين مفاجأة. ربنا ياخدك يا زغلول، تعالى. ربنا يخليك يا إتش. الحلاوه دي يالا، ايه الحلاوه دي والالوان دي والمناديل دي؟ خفاتك. ايه رايك؟ مبروك يا زغلول.
ما كنتش اعرف ان الدنيا ضحكت لكم انت وامك، وباب السما كده بقى مفتوح وكنز نازل عليكم والفرخه باضت. ايه قد الحلاوه دي؟ هي ما مطرتش قوي يعني، بس هي دوبك كده بتندع. امي كسبت اول قضيه رفعها على خالي عبد الله ورجع لنا نص بيت السكاكيني بالتمام والكمال. ولسه بقى اما تاخد حقها من بقيه اخوالي هتطقطق وتزهزه يا معلم. اشرب العصير على حساب. الله يبارك لك. افهم من كده قال انك اديت الفقر وسيبت الفقر اللي زينا يا ابن المحظوظه؟ لا لا لا، ما اقدرش اتخلى عنك يا اتش، ده انت حبيبي. والحقيقه كان في موضوع كده نفسي افتحه معاك من زمان بس كنت متردد، والحمد لله دلوقتي ربنا كرمني وجه الوقت المناسب. يا زغلول، نويت تطلب ايدي من امي ولا ايه؟ لا ايدك ما تلزمنيش، عندي ليك مفاجاه. انت طيب ابن حلال، صدقني تستاهل كل خير. انا ناوي اطلب ايد اختك دولة. دولة دولة ايه؟ وانا عرة لدرجة؟ لا انا اللي عرة. دولة دولة يا عيني يا زغلول. دولة يا دولة. يا خراب على اللي حصل لك يا زغلول. منورة مكتبي يا دولي. شكرا قوي. يا وش السعد، اخرب عقلك، فعلا بقيتي حاجة تانية بجد. حاجة تانية دي معناها حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة حلوة طبعا، حلوة موت. وانا الحلو اقول له حلو في عيونه. يا حلو انت طبعا. دي الاسطوانة اللي انت بتقولها للستين واحدة اللي تعرفه. اما 59 حتى لو 60، اللي يشوفك ويفهمك يا دولي يبتدي العد من جديد وينسى دي من كله. لا بقولك ايه، بالراحة عليا، انا مش قدك، ده انا غلبانة. يا دولي انت قلتيلي عن نفسك يوضع سر في اضعف خلقه، بس طلعتي كدابة. انا ليه؟ عشان انا اكتشفت انه يوضع سره في اجمل خلقه. عاصم على فكره انا باخد المسائل دي بجد. على فكره انا ما بهزرش يا دولي. عاصم. يا عيون عاصم. لا بجد انا. وبعدين معاك بقى. وبعدين معاك انتي. عاصم انا بجد لغايه دلوقتي مش فاهمك. يعني ما تاخذنيش يا باشا، انا طول عمري طوع ايد سعادتك يعني، متربي هنا في شركتك، وكتر العشره خلاني على المؤاخذه افهم سعادتك بالاشاره. لا بالاشاره دي، احنا لسه هنستنى الاشاره. انا بفهم سعادتك بالعينين، ومن يوم ما اتولدت يا باشا وانا مجن روحي لخدمه سعادتك، وسعادتك بتطلب مني اي حاجه، لبن العصفور اقب واغطس واحمل قرد واجيبه لك لغايه عندك. صح يا باشا ولا مش صح؟ ولازمتها ايه بقى المقدمه دي كلها يا اه؟ جينا نربط الفرس يا باشا، الحكايه وما فيها، وما تزعلش مني سعادتك. يعني ان شكلك كده عايز تتكلم عن دولت. شفت سعادتك اهو، فهمتني بالعينين. بس عدم المغزى يعني اوعى سعادتك تزعل من صراحتي. باختصار يا باشا، سعادتك يعني مدي البت دي اكتر من قيمتها، ومشيلها حمل تقيل عليها قوي. البت صغيره ولسه حطمها طري. ما تخليش غيرتك منها تعب هناك. لا غيرتي انا غير من دي يا باشا، بس انا عايز اقول لسعادتك وجود بت زي دي في وسط شغلنا خطر. احب اقول لك على حاجه يا بيت، دولة دي دينامو تشتغل بقوه 120 حصان، طول الوقت دماغها في الشغل ومركزه وما بتنساش التفاصيل وبتجيب التايهه. من الاخر كده برقبتكم كلكم. انت سعادتك بتتغزل فيها بقى. بتقول ايه يا عبيد؟
لا يا رياس. اقول ايه يعني، بس حضرتك محسسني يعني انك بتتكلم عن انسان آلي، بايونيك وومن اللي احنا كنا بنتفرج عليها في المسلسلات والتلفزيون واحنا صغيرين كده يعني. لا يا فرح، ولا خارقة ولا حاجة. الفرق بينها وبينكم انها تشتغل بضمير. وبعدين انت متضايق منها ليه؟ حاططها في دماغك ليه؟ انا برضو اللي حاططها يا باشا، ده هي اللي حطاني. هو انا مش شرحت لسعادتك هي عملت معايا ايه بالظبط؟ ما تجيش ناحيتها انت بس، وهي مش هتيجي ناحيتك. وبعدين انا محتاجها زي ما انا محتاجك انت بالظبط، فهمت؟ وبدل ما تعاديها خويها. خويها؟ انا اللي كنت فاكر ان انا هخرج من عند سعادتك مرضي ومجبور الخاطر. عبيد، شيل ايدك عن دولت، ولو نفسك مش جايباك تاخد وتدي معاه في الكلام، اتعامل معاه بشكل رسمي. ايوه يا باشا، بس انت لسه هتبزوز لي؟ خلاص ما تتعاملش معاها من اصله. اوكي، حاضر، اوامرك يا باشا. ويا ترى الضيه بيه ما اتصلش بيا ليه لحد دلوقتي؟ هو في الحقيقه يا فندم مضى كل الاوراق عشان يثبت لك حسن نيته، وعشان يقول لك ان هو موافق يخلص الموضوع معاك بالتراضي، وبرضه عشان المحامين يخلصوا شغلهم براحته. لكن في ملحوظة صغيرة حوالين الموضوع، لو حضرتك وافقت عليها هيتصل يبارك لك وتبارك له. ويا ترى ايه هي الملحوظة؟ ان حضرتك تدفع 900,000 بدل 700. لا 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 لا، ده كتير قوي. انا قلت 700 وانا كلمتي واحدة، وده اخر كلام. مش هو ده برضه يا استاذ عاصم اللي احنا اتفقنا عليه لما جيت لي هنا المكتب وقعدت معايا انت ولمياء ابو حسين؟ حصل فريد بيه، بس لو كل طرف هيتمسك برايه يبقى مش هنخلص، مش هنوصل لحل. ما تيجي نمسك العصا من النص. 800,000 ولا 900 ولا 700، قلت ايه فريد بيه؟ حضرتك عارف كويس قوي انه قضية زي دي ممكن تقعد كتير قوي في المحاكم، لكن الحكم الابتدائي لو نزل في الجرايد والسوق شم خبر بيه، حضرتك مش هتعرف لا تبيع ولا تشتري 3-4 سنين قدام. وطبعا حضرتك سيد العارفين مفيش اسهل من خبر زي ده ينزل في الجرايد. اعتبر ده يعني كارت تهديد؟ اعوذ بالله اطلاقا يا فندم. انا بس قبل ما اجي لحضرتك عملت شويه ابحاث، والحقيقه ان انا ليا اخ صحفي في مجال الاقتصاد، يعني شغلانته رجال الاعمال والبورصه، واداني دي وقال لي ان حضرتك مقدم مشروع لهيئه الاستثمار، المشروع الجديد بتاع انتاج الامصال البيطريه. وطبعا لو الهيئه اخدت خبر بالموضوع ده هيبقى المشروع ده خطر جدا اللي حضرتك مقدمه. انت مذاكراني كويس قوي، برافو عليكي، بس برضو 800 كتير. مبروك علينا. مبروك عليك انت، انت اهم. بقولك ايه، حقك محفوظ، اول ما تجيلي العموله هديلك اللي انت عايزه. انا اذا كان على حقي متنازله لك عنه، انت دلوقتي اولى بيه، بس انا ممكن اخد حقي بطريقه تانية، ان انت تعزمني على العشاء النهارده وعني. لا، لو كانت على عزومه عشاء مش مشكله خالص، بس انا ما كنتش عارف انك شيطانه قوي كده. هو اخوكي فعلا صحفي؟ طبعا لا، بس انا دخلت على الانترنت وقلت ادور، واللي يدور يلاقي، والحمد لله لقيت. يعني دي كدبه بيضه. المهم اقول مين لمياء ابو حسين اللي فريد حشيش سالك عليه؟ يا ربي، احنا نغير من دلوقتي؟ حقي ولا مش حقي؟ حقك ونص كمان يا ستي. لمياء اللي كانت معايا في الحفلة اللي شفنا بعض فيها. وبينك وبينها حاجة؟ مش هكدب عليكي، بصراحة أنا بحبها. بتحبها؟ بحبها عشان أصرت إن أنا أروح الحفلة دي، فلولا ما كنتش شفتك. يا جماعة حددوا موقفكم، نازلين ولا طالعين؟ حددي موقفك. نازلين. يلا. المحامي فريد حشيش هيجي لك بكره ومعاه 780,000 جنيه. طلعت جنيه صحيح يا دولت،
وعموما ال 80,000 جنيه الزياده اللي انت خدتيهم منه دول هديك عليهم 10% مكافاه عشان انت تعبت معايا قوي في الايام الاخيره دي. انا كل اللي يهمني يا ديه بيه ان انت تقوم بالسلام. اوامري كلها تتنفذ بحرف الواحد. بعدين انا كلها يومين وهخرج من المستشفى ان شاء الله. دولت انا هغيب عن القاهره شويه عشان كده احتمال كبير قوي ما بقاش في اتصال بيني وبينك مباشر. عشان كده عايزك تشيلي مسؤوليه الشركه كلها بنفسك طول فتره غيابي اكني موجود بالظبط. مفهوم؟ مفهوم، بس في حاجات بتبقى محتاجه امضتك. هتمشي ازاي؟ الحاجات الروتينيه قشر عليها بنفسك، لكن لو في حاجه محتاجه توقيع رسمي اجلي لحد ما ارجع. كان في 5000 جنيه تانية في درج المكتب، اديها لعبيد يوديهم البيت، ما تروحيش انت بنفسك. ولو البيت محتاج اي حاجه تصرف انت بمعرفتك. ومش عايزك تقلقي من جميله، امها عارفه الدرس كويس. بصراحه ديبي انا خايفه. ما تخافيش من حاجه، وانا بوعدك بنفسي اللي حصل منهم ده مش هيتكرر تاني. مين اللي قفل المحبس؟ مين اللي امه داعي عليه وقفل المحبس؟ مين؟ هو انت يا عكره؟ انا يا شحطتي، اصل الميه قطع عندنا فوق والموتور ضعيف ما بيوصلش الميه في الحنفيات. قلت يعني قافل ميه عندك ربع ساعه كده لحد ما ادخل استحمى واخد دش. اصل انا احب استحمى كل يوم يا شحشح، ولو في يوم ما خدتش يوه تبقى يا ده يا دقي. افتح المحبس انتصار وغوري، انا مش فايلك ولا فايل حوراتك. ما تتنحيش، افتح المحبس يا ولية عايزه تشطف. انت اللي بتحاول يا شحشح، ما تستعبطش، ده انت بقالك فتره مطنشني ومسقعني. وانا اقول يا بت اصبري يا بت اصبري. ابعدي عني يا بت الحلال، شوفي لك واحد غير طليقك اللي غار من وشي. لا انا انفعك ولا انت تنفعيني. كذاب يا راجل، لو في واحده تنفعك غيري؟ في واحده تستحملك وتستحمل قرفك غيري؟ انت بقالك يعني كام يوم كده بتغيب برا البيت، تكونش بترمرم مع واحده من اياهم؟ كلبه من كلاب السكك، لحمها رخيص. لحمها رخيص؟ انت بتتكلمي على مين يا ولية؟ لا 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 لا، اتكلمي عدل. بقول لك ايه، قبل ما تتكلمي على الناس بص لروحك الاول. بصيت يا حبيبي في المرايه قبل ما امشي، لقيت نفسي بقول للقمر قوم انا اقعد مطرحك ملكه الحته يا شحطتي. انت يا ولية ما بتحرميش، انا مش لسه قافل الباب على دراعك الاسبوع اللي فات وكانوا هيقطعوه لما الدم اتحبس فيه؟ ايه ما بتتحرميش؟ تعبك راحه يا شحطتي. طب اختفي من هنا بقى بدل ما اضربك بحاجه افتح بيها نافوخك. خش في عبي خش يا راجل، ده انت عين في الجنه وعين في النار. ما هو انا جواز ما بتجوز، ريح روحك بقى. ليه بقى كده يا شحشح؟ شحشح انت بتبص عليا يا ابن الهيفا. خدي سكه كده شويه. نورت الدنيا يا استاذة، والله الشركة كانت مضلمة من غيري. شكرا يا عم حمودة، بس اعمل ايه بقى، انا بطلع مشاوير عشان الشركة، ما انت عارف ما اقدرش اقول لديا بيه لا. يلا صباحك فل. صباح الفل. انسة دولت، انسة دولت. ايه يا منى، اوعي تقولي لي امضي حضور وانصراف. انت عندك ورقة من ديا بيه ان انا ما بعملش كده، صح ولا لا؟ لا فاكرة انسى ازاي، بس كنت عايزة احكي لك حاجة حصلت. يبقى تستني بقى زي الشطرة اطلع مكتبي واشوف البوستة الاول، وبعدين انت تطلعي لي بقى زي الشطرة تحكي لي على كل حاجة. بس الموضوع ده خطير. خطير ازاي؟ واحد جه سأل عليكي وكان شكله غريب شوية، وسأل اسئلة غريبة وضرب 2 من الامن، بس ما رضيناش نبلغ عن الحادثة دي عشان اسمك ما يجيش فيها. سأل علي انا؟ ايوه سأل عليكي، وقال هي انظامها هنا، وبسبب الكلمة دي كان ايهاب هيمسك فيه، لكن ربنا ستر. على فكرة كان معاه سلاح. ما قالكيش اسمه ايه؟ ما قالش، بس ممكن اوصفهولك. انت
طب وانت بتعمل ايه دلوقتي؟ غير اني بفكر فيكي بشرب قهوتي، بشتغل على الكمبيوتر، عندي اعلان بخلص له الديزاينز. بس شكلها كده الشغلانه دي مش هتخلص الليله دي. بقولك ايه، ايه رايك بكره اعزمك على العشاء لما الجو يبقى اروق؟ يا سيدي انت ليه مستعجل على عزومه؟ مش لما تقبض عمولتك الاول من فريد حشيش وبعدين تبقى تعزمني؟ انا مش هطير. انا عارف انك مش هتطيري، انا بس بحب ادفع اللي عليا المقدمه. ها قلت ايه؟ ايه رايك؟ طب خلاص خليني اظبط مواعيدي وبعدين اقول لك. ماشي يا لبنى. خلاص يا حبيبتي مش هتاخر عليك، هكلمك تاني. دولت دي عهدة اديتها لي مدام شهيرة. اديتها لك امتى العهدة دي؟ من كام يوم كده. من كام يوم كده؟ وازاي ما اديتهاليش؟ يعني هتديني ايه يعني شهيرة؟ حبة ورق لا ياقوت ولا مرجان، ما حسيتش انها حاجة بس. ما فيكيش غير لسان ولا ماضة. اتفضلي. استاذ عاصم الانسه عايزه حضرتك. ادخل ولا لا؟ عاصم انا اسفه على اللي حصل مني، والله ما هزعلك تاني ابدا. انا ما بقتش قادره اقضي يوم بجد يا عاصم، انا مش عارفه اعيش حياتي من غيرك. عشان كده انا جيت لك النهارده عشان اقول لك ان انا قررت ان انا اقضي عمري كله معاك. عمري كله يا عاصم. قلت ايه اذا قلت لك ان انا مش قابل اسفك؟